اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجنا الارشيفي بصمه رياضيه. الحركه الرياضيه الكويت قدمت الكثير من المواهب والنجوم لتمثيلنا في المنتخبات الوطنيه وحققوا الكثير من الانجازات وكانوا دائما يقفون على منصات التتويج. ضيفنا لاعب بس لاعب مميز. يمتاز بالتسديدات من برة 18 ياردة، وله أهداف ودائما ما شاء الله على أهدافه بالزاوية تسعين. عسكر راح يلعب. <applause> عسكر على بعد مسافة وعسكر. شارك مع المنتخب الذهبي في نهائيات دورة موسكو الأولمبية 1980، وأيضا كان من ضمن الفريق مع فريقنا اللي حقق كأس آسيا عام 1980، وأيضا كان من ضمن البعثة اللي شاركت في الإنجاز التاريخي وصلنا لنهائيات كأس العالم في إسبانيا. ضيفنا أيضا كان لاعب مميز ومحور في ارتكاز وشويت في النادي العربي يعتمد عليه الفريق. وقدم أداء رائع أثناء مسيرته الرياضيه وأثناء لعبه مع فريق النادي العربي ومشاركاته حقق ثلاثيه تاريخيه في موسم 83 الفوز بالدوري العام وكأس الأمير وبطولة مجلس التعاون الخليجي. أحمد عسكر واحد من أبرز نجوم الجيل الذهبي الذي حقق للكويت الثلاثية الذهبية بإحراز كأس أمم آسيا والصعود إلى أولمبياد موسكو، ثم التأهل لكأس العالم في إسبانيا في عام 1982، وهو من أفضل اللاعبين الذين شغلوا ساعد دفاع في وسط الملعب، وكان أحد محركات الفريق والذي اعتمد عليه كارلوس ألبيرتو في التسديد من خارج منطقة الجزاء. ليعوض الرقابة المفروضة على المهاجمين، وكان معه عبد الله البلوشي والمدافع الصلب نعيم سعد. بدأ عسكر مسيرته مع الساحرة المستديرة بين الفرجان حتى انضم إلى النادي العربي في عام 1973، وتدرج بالمراحل السنية حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 1978، محققاً العديد من الإنجازات على مستوى فريقه كان أهمها تحقيقه لثمان بطولات دورية وبطولتين لكأس سمو الأمير وبطولة مجلس التعاون وبطولتين لكأس الاتحاد تم اختيار عسكر للمنتخب الوطني في أول موسم له مع الفريق محققا العديد من الإنجازات كان أولها في الصعود إلى الدورة الأولمبية في موسكو في عام 1980 ومن ثم كأس آسيا ومن ثم بطولة العالم لمنتخب الكويت العسكري في عام 1981 وذهبية بطولة كأس الخليج والتأهل لتصفيات كأس العالم يلعبها خالد حافظ الضغط يبعد ملعب يبعدها بنيانو صلاح مثلا ماجد سلطان واسره معاه بيلعبها وتوصل احمد عسكر وبالشوط احمد عسكر وجول وجول بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام أنا جدا سعيد أني ألتقي فيكم في برنامج بصمة رياضية ومعاكم طبعا اللاعب أحمد عسكر لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني والعسكري السابق يمكن طبعا أنا متزوج وعندي ست عيال الله يخليهم إن شاء الله والعمر ستة وخمسين سنة أه بدايه يمكن انا من مواليد منطقه شرق مواليد سنه 1961 منطقة شرق وطبعا أه بعد منطقه شرق يمكن يمكن كانت الطفوله في منطقه شرق يمكن نتكلم أه على فتره فتره دخولي الروضه الروضه يعني قبل لا ابتدي بالدراسه بالروضه كنت بي منطقه شرق في روضه المهلب بعدها يمكن يمكن لما صار عمري سبع سنوات او ست سنوات انتقلنا الى منطقه رميثيه اللي هي قطعه 13 اللي الحين هي تابعه للسالميه يعني رميثيه قطعه 13 كانت هذه تابعه لرميثيه منطقه رميثيه كانت 13 قطعه حاليا رميثيه 12 قطعه هذه انتقلت صارت مع منطقه السالميه يمكن قبل اتكلم عن بداياتي مع كره القدم يمكن اللي هي بدت في منطقه رميثيه بالذات طبعا رميثيه يمكن دشيت المدرسه الابتدائيه في مدرسه الرازي اللي بالسالميه من بعدها طبعا انتقلت الى مدرسه رميثيه المتوسطه اللي هي سالم حسينان الحين بالوقت الحالي ومن بعدها إلى ثانوية رمثية. بعد الثانوية طبعاً تخرجت واشتغلت على طول يعني يمكن تعينت في وزارة الإعلام في مراقبة البرامج الرياضية بإذاعة دولة الكويت وقتها كان المراقب حتى اذكر الله يرحمه منصور الميل يعني هو الاستاذ منصور الميل هو اللي كان مسؤول علينا في مراقبه البرامج الرياضيه واستمريت بالوظيفه لغايه 2010 سنه 2010 اللي قدمت على تقاعد وطلعت تقاعد بدايه الرياضيه يمكن بدا مثل اي لاعب يعني بالكويت يمكن دائما اللاعبين يبدون يمكن ذاك الوقت كان اللعب بالفرجان يعني مثل ما نتكلم نقول اللعب بالسكه هو اللي كان الطاغي على اللاعبين يعني اغلب لاعبين الكويت اطلعوا من من الفرجان ولعب الفريج يمكن وهو اللي كان يعطيك ينمي لك مهارتك وي ويسقلك كلاعب يعني احنا يعني يمكن بالسابق اللاعبين اللي كانوا يدشون الانديه كانوا يدشون الانديه وهم يعني اقصد انه كانوا يريحون المدرب اللاعب كان يجي جاهز عكس الوقت الحالي يمكن يمكن اللاعب يروح المدرب عليه انه يعلمه الاساسيات من البدايه في السابق كان العكس كان اللاعب ينمي مهاراته من لعب الفريج بالكنترول التسديد كل كل المهام الرئيسية اللاعب كان ينميها بالفريق وكانت أيام حلوة للأمانة يعني كانت يعني كنا نلعب مباريات مباريات الفرجان مثلا مو بس الفرجان مثلا مثلا انت ساكن برميثيه حتى تروح تلعب مع لاعب فرق من خيطان من الروضه من الصليبخات يعني هذه الامور هذه هي اللي كانت تنمي فيك موهبتك ولعبك وكانت تنمي قدراتك اما بالنسبه للنادي العربي يمكن انا دشيت النادي العربي سنه 73 اذكر سنه 73 اللي اللي دخلني النادي واللي لزم علي اني ادش النادي الاخ المرحوم الكابتن جمع حيدر يعني هو جمع حيدر كانت له علاقه عائليه مع الاهل فكان يتردد علينا بالبيت كونه كان يعني في علاقه عائليه ف لزم على البيت قال لهم انا باخذ احمد اوديه النادي. يمكن بالبدايه الاهل عارضوا يعني على اساس اني ما لا ابتعد عن الدراسه وهالامور هذه بس بالاخير وافقوا. فدشيت النادي سنه 73، دشيت 73 تحت 14 سنه. تحت 14 سنه واذكر كان مدربنا الاخ العزيز علي نجف، ابو عبد العزيز هو اللي كان مدرب الفريق تحت 14 سنه. فاستما يعني بديت مع تحت 14 بس الزين انه كنت العب 14 والمرحله اللي بعدها 16 يعني اول موسم لعبت 14 و16. الموسم الثاني ابتعدت عن النادي. حنيت حق لعب الفريج ولعب السكه والربع لان تدري يمكن بالسكه ما في التزام تلعب على كيفك تلعب دفاع تلعب هجوم تلعب حارس اللي تبي تلعب ليه السنه اللي بعدها يمكن كنت العب اذا ماني غلطان كنت العب مباراه في مدرسه عبد الله خلف بالسالميه وشافني رحمه الله عليه حمزه الفرس حمزه الفرس هو اللي اقنعني وردني حق النادي مره ثانيه قال لي كلمة واحدة يمكن هي إيه اللي هيجت فيني اني اني ارجع مرة ثانية حق النادي. قال لي انت احمد وقتها انا كنت يمكن شعر كشه شوي فقال لي انت تشبه بدر ابو عباس وانا كنت احب بدر ابو عباس، احب اشاهد بدر ابو عباس كان يلعب بالفريق الاول وكنت احب اشوف بدر ابو عباس يلعب. فهني شجعني اني ارجع النادي، وقال لي انت راح تصير لاعب والعالم راح تعرفك، فرديت النادي. رديت النادي تحت تحت 16 كنت العب 16 و 18 الموسم اللي بعده لعبت 18 و 20 يعني دائما كل موسم كنت العب المرحله اللي انا فيها والمرحله اللي المتقدمه ليما موسم 78 كانت في بطوله اعتقد بطولة آسيا للشباب إذا ماني غلطان اختاروا من العربي يمكن كان سامي الحشاش كان عبد الله بلوشي عنبر سعيد وعايد علي سليمان وهني كانت في بطولة في حق الفريق الأول تنشيطية كأس الاتحاد فاختارني المدرب ديف مكاي كانت سنة 78 اختارني الكابتن ديف مكاي طبعا بترشيح من رحمة الله عليهم محمد السدره وشملان جاسم هم اللي رشحوني طبعا المدرب كان يشوف مباريات تحت 20 وكان يختارني يعني يمكن اختارني انا واختار الله يرحمه حسن عاشور واختار يوسف عاشور واختار حسن جمعان ويعني وايد لاعبين ويعقوب غانم في وايد لاعبين ما ما تحضرني اساميهم اختارنا عشان نمثل نلعب مع الفريق الاول في بطوله كاس الاتحاد والحمد لله لعبت انا في بطوله كاس الاتحاد كل المباريات ليه المباراة النهائية يمكن وصلنا المباراة النهائية مع فريق القادسية هني ردوا لاعبين المنتخب منتخب الشباب ما لعبت اساسي في المباراة النهائية لعبت الشوط الثاني وقدرنا نحصل على البطولة بعد فوزنا على فريق القادسية بالركلات الترجيحية أو هذه أول بطولة يمكن وأنا كنت وقتها أعتقد بثالثة ثانوي وأول بطولة باسم يعني يعني حققتها مع الفريق الأول بالنادي من بعدها الموسم الثاني أول مباراة افتتاح الدوري كان بين العربي والسالمية هاي سنة موسم تسعة وسبعين ثمانين اول مباراة على ملعب السالمية انا طبعا مع الفريق بس كنت احتياط. اول عشر دقائق ربع ساعة كان الله يذكره بالخير علي فرج ابو طارق الله يذكره بالخير كان للحين طالب بالكلية. وياي من الكلية هو عبد العزيز مطوع جايين من الكلية ويلعبون مع الفريق. بس الريال كان حاسس بتعب. عشر دقائق ربع ساعة قال حق المدرب ديف مكاي يعني انا ريلي تعور بي ما اقدر العب هو مو مو متعور هو تعبان ما يقدر يكمل لان بالكليه تدوم في تمارين صبح وعصر يعني فكان مرهق الريال فلعبت مكانه اول ربع ساعه ومن يومها انا استلمت يعني لعبت مع الفريق اساسي ليمة وقت اعتزالي يعني حتى علي فرج يمكن لحد الان لما يشوفني يقول لي يا ريت ما قلت حق ديف ماكاي اني انا متعور. فيعني في كل واحد ياخذ نصيبه، فاستمريت مع الفريق الاول وبنفس الموسم اللي قدرنا ناخذ فيه بطوله الدوري اللي اللي لعبنا مباراه الاخيره مع الشباب كان التعادل او الفوز ناخذ فيه الدوري وإذا انهزمنا نلعب مباراة فاصلة مع القادسية. والحمد لله يمكن يمكن وتقدموا علينا الشباب يمكن بهدف من أول أربع دقائق يمكن خمس دقائق يقدروا يسجلون علينا هدف لأن وقتها المباراة كانت فيها شد أعصاب يعني اعصاب وحماس كان فيها. ف وقدرت أنا أسجل طبعًا بالتعاون مع زملائي اللاعبين قدرت أسجل هدف التعادل يمكن آخر سبع ثمان دقائق. وقدرنا نحصل على البطولة بعد غياب يمكن عشر سنوات العربي مو ماخذ لا بطولة دوري ولا بطولة كاس ولا ولا بطولة اللي اللي شوي اللي حلو واللي ضحك بالموضوع يمكن ثاني يوم انا الحين بشوف شنو كاتبين الجرائد بشوف يعني شنو كاتبين خاصه يعني يمكن انا وقتها كنت توني صغير بشوف شنو كاتبين عني يمكن قبل بالسابق ما في الا خمس جرائد واطلع واطلع اشتري اشتري الخمس جرايد طبعا المعروفين الخمس جرايد كانوا حتى ب 50 فلس ما كانوا ب 100 للحين واقرا شنو مكتوب عني من الوناسه من الفرحه يعني ما تعتقدون شنو كانت الفرحه اللي بعد المباراه يعني من من الاحمدي للمنصوريه يعني تخيلوا الشوارع كلها العالم واقفت لنا على اجناب الشارع قاعدين يحيوننا ليه ما وصلنا استاذ صباح السالم العالم يت على المدرج يعني قاعد تحيي الفريق يعني ذاك اليوم ما اعتقد في عرباوي ينسى ذاك اليوم ذيك اللحظه خاصه ان العربي ما كان ماخذ ولا بطوله لمده عشر سنوات كان أحد محركات الفريق والذي اعتمد عليه كارلوس ألبرتو في التسديد من خارج منطقة الجزاء ليعوض الرقابة المفروضة على المهاجمين كان بجانبه عبدالله البلوشي والمدافع الصلب نعيم سعد اعتزل احمد عسكر سنه 1994 وعمل مدربا، حيث بدأ كمساعد مدرب في فرق ناشئي النادي العربي، وتدرج في الحصول على شهادات التدريب المختلفه، اصبح لديه الترخيص A من الاتحاد الاسيوي ليزاول مهنه التدريب، كان ناديه العربي اول من اشرف على تدريبه. ثلاثه اللي حيدر وصباح عبد الله وحيدر صباح عبد الله يمكن استمريت مع النادي العربي من موسم 78 نقول ل 94 اللي هو وقت اعتزالي، اعتزلت مع القادسيه بتاريخ 15/1 94. خلال الفتره هذه حققت ثمان بطولات دوري مع النادي العربي، وبطوله مجلس التعاون، وبطولتين كاس سمو الامير. حتى وقتها ما في بطولة كاس سمو ولي العهد للحين ما بدأت يمكن بطولة سمو ولي العهد بدت بدت نهاية ال 94 أنا كنت بداية ال 94 معتزل. حتى بطولة واحدة من من بطولات كاس سمو الأمير ما شاركنا فيها. يعني اللاعبين المنتخب اللي كنا نستعد حق كاس العالم الموسم هذا ما شاركنا في في بس طبعا ينحسب لنا كوننا احنا من من الفريق. فهذه البطولات اللي حققتها مع النادي العربي، بطولتين كاس الاتحاد عفوا قبل لا انسى بعد بطولتين كاس الاتحاد، وتم اختياري للمنتخب من اول موسم برزت فيه اللي هو موسم تسعة وس تسعة الموسم اللي سجلت فيه الهدف على فريق نادي الشباب. يمكن طلعت الاسامي حق المنتخب اللي كان يبي يستعد حق دوره موسكو دوره موسكو سنه 80 اسمي ما كان ويا الفريق في يوم اتصل فيني الله يرحمه محمد السدره قال لي ترى احمد انت اسمك ماخذينك بالمنتخب قلت له ابو عيسى اسمي اسمي ما طلع بالجريده كان يقول لا في كتاب يا يعني ان النادي انك انت مع المنتخب حتى ثاني يوم بالجريده حاطين صورتي صوره الكابتن والاخ العزيز فوزي ابراهيم ان احنا مختاريننا زياده مع اللاعبين اللي بيروحون البرازيل. فتم اختياري وقتها وفوزي ما اختاروه كابتن فوزي ما تم اختياره. اختاروني هنا اول مره للمنتخب حق المعسكر اللي بالبرازيل، حتى المنتخب راح يمكن قبل يعني انا ما ما, ما التحقت مع المنتخب انا والكابتن عبدالله الله بلوشي كان عندنا دور ثاني بثانويه العامه ما التحقنا راحوا قبلنا احنا لحقنا الوفد يمكن بعدها باربع خمسة ايام رحنا البرازيل بس انا بتكلم على شغله يمكن يمكن اللاعبين اللي كانوا موجودين بذيك الفتره ما ابي اذكر الاسامي الاسامي كلها معروفه ونجوم كبار يعني يعني انا المهم يعني كانت حاشتني رهبة شلون أنا بروح ألعب معاهم شلون بقعد معاهم بس للأمانة ما تتصورون شلون هما اللي كانوا يبادرون بهالشيء يبادرون إنه يطيحون الميانة معاي يبي يحاولون يحسسوني يشيلون الرهبة والخوف مني يبينون لي إنه إحنا إحنا مو لاعبين إحنا أخوانك إحنا إحنا أخوانك اللي تعتمد عليهم يعني للأمانة إذا بذكر, بذكر منو بذكر بذكر الجاسم يعقوب فتحي كميل عبد العزيز العنبري سعد الحوطي عبد الله معيوف حمد ابو حمد محبوب جمعه لاعبين العربي ما عندي مشكله معاهم يعني ذيلي كانوا كانوا وياي بالنادي اعرفهم بس الاغلبيه الثانيه للامانه حسسوني كاني انا ماني غريب منهم ويعني يشيلون الرهبه منك فالمهم هذا المعسكر البرازيل يمكن قعدنا فيه خمسين يوم تقريبا خمسين يوم قعدنا معسكر البرازيل استعداد لدورة موسكو ردينا ورحنا لعبنا في بطولة دورة موسكو الأولمبية فلعبت المباراة والحمد لله يعني أديت فيها مستوى جيد ووصلنا يمكن بدورة موسكو لدورة ثمانية اعتقد اعتقد دور الثمانيه وانهزمنا من المنتخب الروسي اللي وقتها كان من الفرق الغوية في اوروبا يعني انهزمنا 2 واحد واعتقد الكل يذكر هدف جاسم يعقوب اللي اخذها بصدره وهذا الهدف انا دائما في اللقاءات اللي تطلع يعني تصير وياي دائما اذكر الهدف هذا اللي كنت اتمنى اسجل الهدف هذا يعني هدف يعني طريقه استلامه للكره وتسديدته للكره وكان يمكن افضل حارس مرمى وقتها بالعالم كان حارس مرمى المنتخب الروسي ده سيف اذا ماني غلطان. فالمهم وصلنا لدور الثمانيه وطلعنا من البطوله على يد المنتخب الروسي. بعدها يمكن ردينا الكويت وهي كانت في بطوله كاس اسيا رحنا معسكر المانيا اعتقد بميونخ. هني انا والكابتن سامي الحشاش ردينا عشان كان عندنا دور ثاني اعتقد ثانويه ابدا صح هذا هني سامي انا وسامي ردينا ردينا عشان نقدم الدور الثاني بعدين تم بعدين رحنا مع الفريق يوم خلاص طبعا رد المنتخب احنا ما كملنا وياهم المعسكر ردينا ردوا اللاعبين وهذا بعدين دشينا معاهم معسكر بالاتحاد وانا كنت مع الفريق ما لعبت ولا كنت مع الاحتياط بس كنت كنا من اللاعبين اللي كنا نقعد يعني على المدرج يعني الامانه وقتها كان في لاعبين يعني كافي شرف انك تكون وياه يعني يعني ما بيتكلم عن اسامي بس كلعب يعني هم افضل منك بمراحل يعني وكذلك ما انسى مشاركتي مع المنتخب العسكري يمكن بسنه 81 التصفيات اللي صارت هني بالكويت اه ما اذكر الفرق اللي اعتقد المنتخب السوداني والبحريني اللي كان معانا هذيل هني التصفيات حق النهائيات اللي صارت في دوله قطر واللي استطاع المنتخب العسكري يسجل اه الفوز بالبطوله كنا مع اه مع الفريق هذه طبعا مشاركاتي مع المنتخب اه لو نرجع حق النادي يمكن اه يمكن ال من الأشياء المميزة اللي صارت يعني خاصة خاصة البطولة يعني الموسم اللي فزنا فيه بثلاث بطولات، بطولة كأس سمو الأمير، وبطولة الدوري، وبطولة مجلس التعاون، يمكن هذه هذه كانت من أبرز الإنجازات اللي صارت صارت لي أنا مع زملائي طبعًا مع النادي. وفي شغلة يمكن مي ظريفة نقول يعني مثلًا هي صدفة او شيء ثلاث بطولات كلهم اخذناهم بيوم الاثنين يعني بطولة كاس الامير اللي فزنا فيها على كاظمة كانت يوم الاثنين النهائي المباراة الاخيرة لنا في بطولة دول مجلس التعاون امام قدام فريق فنجة العماني اعتقد هم كانت يوم الاثنين وحتى نهاية الدوري يعني اخر مباراة لنا بالدوري اذا نفوز فيها هم كانت يوم الاثنين يعني حتى أذكر يمكن الأخ العزيز جاسم أشكناني كتب مقالة بالغبس قبل ليلة مباراتنا النهائية لكاس الأمير مع كاظمة. قال يعني أذكر يعني ملخص الكلام قال أن, إن العربي باكر راح يفوز بالكاس وبعطيكم الدليل قال لأن العربي فاز بالدوري يوم الأثنين فاز في بطولة مجلس التعاون يوم الأثنين فيوم في الاثنين يوم السعد على فريق النادي العربي، وفعلا قدرنا نحقق بطولة كاس الامير والثلاثيه بذاك الموسم، هذا يمكن هذا يمكن هي كل البطولات عزيزه علي وكل شيء، يمكن حتى البطوله الاولى بطوله الدوري اللي اللي من يوم اخذناها من الاحمدي هم عزيزه بس هذه كونها ثلاث بطولات بموسم واحد اعتقد هذا كان انجاز كبير بالنسبه لي انا وبالنسبه لزملائي اللاعبين. يمكن خلال مسيرتي الرياضيه يمكن في وايد ناس يعني تذكرهم بالخير خاصه بالقيادات الرياضيه يعني اللي للامانه يعني اعطوا من جهدهم ووقتهم ومن على حساب بيوتهم وعيالهم حق الانديه وحق المنتخب يمكن اذا جينا على مستوى النادي انا ما اقدر انسى رحمه الله عليه موسى راشد منصور مقامس احمد عبد الصمد الله يطول بعمره المرحوم محمد المله كل القيادات رؤساء الانديه اللي وقت اللي انا كنت لاعب يعني انا قاعد اذكرهم وقت اللي انا كنت لاعب المشرفين اللي كانوا علي يعني ما ما انكر فضل جمع حيدر الله يرحمه محمد السدره شملان جاسم حمزه الفرس محمد حسين حسين غانم احمد العمران الشيخ احمد احمد الفهد احمد فهد الحمد اللي انا اتكلم اللي كانوا مسؤولين علي كلاعبين وقتها سواء بالنادي او حتى المنتخب طبعا ما ننسى الشيخ الشهيد فهد الاحمد يوسف الشملان حسين عاشور الكل الكل يعني يمكن انا اذا يمكن اخاف انسى اسم الكل كلهم كل تقدير واحترام حتى من القيادات يمكن الانديه الثانيه يعني في في انديه ثانيه يمكن طبعا مو مسؤولين علي بس كانت لهم بصمه بصمه كبيره على على انديتهم وعلى الرياضه بالكويت يعني مثل الاستاذ الله يرحمه جاسم جاسم العيسى الحلو فرهود يعني في وايد ناس ما ابي انسى احد هذيل كلهم لهم بصمه رياضيه وكلهم قامت الرياضه على اكتافهم يعني هذيل ضحوا بالكثير مثل ما قلت ضحوا باموالهم ضحوا بعيالهم ضحوا ببيوتهم على اساس رفعه الكره الكويتيه اعزائي المشاهدين في ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكر اللاعب الدولي احمد عسكر على المعلومات الثريه اللي اثر فيها حلقتنا وطبعا تاريخه طويل لا اله الا الله عليه ونتمنى له مستقبل في مهنته التدريبية تابعونا في حلقات قادمة مع السلامة